اول واحده من الهاي ليفل ديزاين برنسبلز دي هي ان احنا وي هاف تو سيك يوزر انبوت. يعني ايه تو سيك يوزر انبوت؟ يعني انا لازم بيسكلي اليوزر بتاع الجهاز دوت لازم يبقى معايا من الاول خالص ومعايا كتير. يعني لازم انفولف اليوزرز ايرلي اند اوفن. يعني لازم الراجل هيستعمل الجهاز ده في كل خطوه من الخطوات بتاعه الجهاز، لما اعمل ايرلي بروتوتايب ولما اعمل مثلا السكندري بروتوتايب ولغايه لما اوصل في الاخر اوصل للبري ريليس بروتوتايب، لازم يبقى معايا حد من الناس اللي بستعملهم او الناس اللي بيستعملوا الجهاز دوت، ويقول لي الكومنتس بتاعته على الشكل بتاع اليوزر انترفيس وطريقه التعامل بين اليوزر والجهاز دوت، بحيث ان انا ميك شور ان انا اخد الكومنتس بتاعتي في الاعتبار، الكومنت بتاعته في الاعتبار. والوقت التاني، الحاجه التانيه برضو لها علاقه باليوزر انبوت، ودي طبعا هنتكلم عليها برضو بتفاصيل اكتر شويه بعد كده، ان احنا نريفاين الديزاينز بتاعتنا بيزد على يوزابيليتي تيستينج. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اجيب انجينيرز اوكي اللي هم بيصمموا المكنه واخليهم يقعدوا هم يجربوا المكنه ويقولوا اه ده كويسه بننفع نستعملها كويس وهكذا. الانجينير بيبص للجهاز بشكل مختلف عن الدكتور وعن الممرض وعن التكنيشن بتاع المستشفى. لازم اجيب الناس اللي هم فعلا هيستعملوا الجهاز واعمل وايد يوزابيليتي تيستينج، يعني احط الجهاز في انفايرمنت اولموست بتسيموليت الحاجه اللي موجوده في المستشفى او في الانفايرمنت اللي هيشتغل فيها الجهاز ده، وبعد كده اخد فيدباك من اليوزرز اللي هم الاكشوال يوزرز اللي بعد كده هيستعملوا الجهاز بتاعي دوت، وبناء على كده ريفاين الديزاين ده بيز على كده. طبعا في امثله كتيره الحقيقه، منهم مثلا بعض الاجهزه مثلا يعني كانت اتصممت في مصر هنا وكانت ابتدت في الاول خالص بيوزر انترفيس شكله زي بتاع الويندوز، ويندوز يوزر انترفيس اكني بعمل سوفت وير فور ويندوز. فطبعا الاطباء مش متعودين على كده، الاطباء مش متعودين ان هو الجهاز مثلا كان جهاز موجات فوق صوتيه، متعودين له شكل يوزر انترفيس معين، لما بجيب له شكل يوزر انترفيس مختلف تماما الدكتور بيتوه في اليوزر انترفيس ده. فالحقيقه لازم ان اليوزرز تبقى انفولفد في البروسيس بتاعت الديزاين من الاول خالص، وما ينفعش ان انا افضل اصمم الجهاز لغايه الاخر خالص وبعد كده اعرضه على اليوزرز. لا، ده لازم من الاول خالص ان انا احط اليوزرز دول في الاعتبار واخليهم انفولف في السبيسيفيكيشنز بتاعت الجهاز من الاول خالص وفي كل خطوه من خطوات الامبلمنتيشن بتاع السبيسيفيكيشنز دي في الديزاين. الجنرال برنسبل الثاني او الهاي ليفل برنسبل الثاني ان هو وي هاف تو استابليش ديزاين برايورتيز. يعني لازم ان احنا الديزاين بتاعنا بتاع الجهاز ده مش لازم ان هو يبقى ماشي كده وخلاص، لا لازم يكون عنده برايورتيز محدده جدا لازم تبقى موجوده، ولازم انا بفولو البرايورتيز دي. اول واحده في الاستابليش بتاع الديزاين برايورتيز دي وي هاف تو كيب ات سيمبل. وي هاف تو كيب ات سيمبل دي معناها ان احنا دلوقتي يعني ممكن الناس تتخيل ان انا لو حطيت في الجهاز بتاعي 1000 فيتشر او 100 فيتشر اوكي ده يبقى احسن، ويبقى بالنسبه للماركتنج بتاعي يبقى احسن، وبالنسبه للدكتور هيبقى مبسوط بالحاجات دي. في الحقيقه لا، الحقيقه ما هياش كده. لو انا جبت لحد جهاز فيه مثلا 100 اوبشن كويس، وعشان اجيب واحده من ال 100 اوبشن دي لازم اخش جوه منيو جوه ومنيو جوه منيو جوه منيو عشان اوصل للحاجه دي وعشان اشغلها، الدكتور ما بيحبش الحاجه دي. الدكتور بيبقى عنده عاده حاجات محدده بيبقى عايز يشغلها على طول مباشره بابسط طريقه ممكنه، وبقيه الحاجات التانيه اللي هي ممكن اقول عليها ان هي يعني اضافات اوكي هو عاده ما بيكونش عاوز ان هي تبقى بتعوقه في ان هو يعمل الفانكشن الاساسيه بتاعت الجهاز. فبنتكلم على ان احنا لما بنعمل مثلا جهاز علشان يبقى يشغله مثلا طبيب في وضع معين، يستحسن ان انا كاستمايز الجهاز بتاعي ده للطبيب اللي في الوضع ده بالذات. يعني بدل ما احط جهاز كبير في كل الاوبشنز واخلي بقى الدكتور يختار من بينها، لا انا ممكن اعمل جهازين من نفس التكنولوجي اوكي، جهاز يبقى بيستعمل في الابلكيشن البسيط خالص اللي هو الدكتور محتاج بس الحاجه الاساسيه، وجهاز تاني بقى للناس اللي هم ريسيرشرز اللي بيعملوا حاجه تعتبر بقى ايه متخصصه جدا او في مستشفيات جامعيه او في ريسيرش سنترز او حاجه زي كده ممكن ساعتها تستعمل. فبنلاقي مثلا بعض الحاجات الامثله، ممكن نلاقي مثلا جهاز الترا ساوند صغير بالشكل ده كده، وجهاز الترا ساوند كبير قوي كده فيه اوبشنز كتيره جدا جدا. الجهاز الصغير ده ممكن ينفع في حاجات مثلا زي احطه مثلا في عربيه اسعاف، وممكن ان انا اجري مثلا اروح في حته او الدكتور مثلا او في حته رورال ارياز يعني مناطق نائيه ممكن هو ياخد الجهاز ده بسهوله ويتنقل من مكان لمكان. الجهاز ده فيه اوبشنز اكتر بكتير جدا من الجهاز ده،
بس الجهاز ده مش معمول عشان كده، ما ينفعش ان انا استعمله عشان كده، لازم احطه ده في مكان كبير، ولازم مكان يبقى فيه ريسيرش يعني ساينتست مثلا ولا حاجه بيشتغل عليه عشان يعمل حاجه معينه، او عشان الكشوفات المتخصصه جدا اقدر استعمل حاجه زي كده. انما لو انا خليت اليوزر اللي محتاج حاجه حد يعني جهاز صغير زي كده عرضت عليه الجهاز ده بالنسبه له مش هيبقى كويس. فيعني وي هاف تو كيب ثينجز سيمبل، لازم ان احنا نسمبليفاي الديزاين بتاعنا او اليوزر انترفيس بتاعنا بين الجهاز وبين الطبيب او بين الجهاز وبين التكنيشن، بحيث في الاخر الاستعمال بتاعه الاساسي يبقى بسيط جدا بالنسبه للايه؟ بالنسبه للطبيب، وما يبقاش في اي حاجه تعوق الدكتور وهو بيعمل الوظيفه بتاعته. الحاجه الثانيه ان احنا برضو وي هاف تو انشور سيف يوز، يعني احنا دلوقتي بسطنا الدنيا، بقت الدنيا شكلها بسيط. سيف يوز ده معناها ان انا ما ينفعش ان انا اعمل تصميم للجهاز والتصميم للجهاز ده يبقى فيه مشكله من ناحيه السيفتي. ما ينفعش مثلا ان انا ابسط حاجه والتبسيط ده يبقى نتيجته ان في جزء من السيفتي بريكوشنز او السيفتي جايد لاينز او السيفتي ريستريكشنز بتاع استعمال الجهاز تبقى مش متحققه. السيفتي برضو بتكلم على ان انا لو مثلا يعني بعمل حاجة علشان مثلا يعني تشتغل في environment معينة، وفرضا مثلا في حاجة حصلت في الجهاز نفسه، اوكي، لازم بشكل ما الجهاز لازم بشكل ما يعني يديني يعني في اليوزر انترفيس بتاعه معلومات كافية عشان تقول لي ازاي استعمله بطريقة سليمة، وازاي لو في عنده مشكله او في عنده حاجه ناقصه مثلا في الاستعمال بتاعه لازم يقول لي عليها علشان اقدر ان انا اصلحها. وفي كل الاحوال في الاستعمال بتاع الجهاز ما يبقاش في حاجه يعني ممكن تعمل خطوره على المريض او تعمل مشكله، الا لازم اتاكد من الدكتور ان هي فعلا كده، علشان اتاكد ان السيفتي بتاعت اليوز بتاعت الجهاز ده تبقى متحققه فيه. الحاجه الثانيه اللي هو essential communication، ensuring essential communication، بتكلم على communication بقى بين ايه؟ بين الجهاز وبين الطبيب. يعني بتكلم على دلوقتي الجهاز عنده مشكلة، او الجهاز عايز يطلع رسالة للدكتور، او عايز يطلع تشخيص للدكتور، او عايز يطلع يعني معلومة للدكتور، او الدكتور عاوز ان هو يكومينيكيت اوردر او يكومينيكيت مثلا حاجة معينة عايز الجهاز يعملها. لازم الكلام ده الحقيقة يبقى انشورد، لازم يبقى الموضوع ده بشكل واضح، ما يبقاش فيه اي لبس خالص. يعني في بعض الاجهزة الحقيقة اليوزر انترفيس بتاعها بيبقى معقد كفاية ان هو يخلي الدكتور ما يبقاش فاهم ايه اللي طالع له، اوكي. فالكلام ده المفروض ان هو حاجه مش صح خالص، لازم الكوميونيكيشن دي تبقى كلها يعني واضحه وكلها يعني اي حد يقدر يبص عليها، او اي حد يقدر ان هو يعني يعني في اثناء بقى الانفايرمنت اللي هي اللي عاده بتبقى فيها لخبطه جامده بتاعه الشغل بتاع الاطباء، يعني يقدر برضه ان هو يكابشر الجهاز بيقول له ايه، ويقدر ياخد منه المعلومه اللي تساعده عشان يعمل التشخيص الصحيح او يعمل الاكشن الصحيح في التريتمنت بتاع العيان. الحاجه اللي بعد كده we have to anticipate device failures. يعني ايه anticipate device failures؟ يعني اي جهاز في الدنيا لازم هيفيل، يعني ما ينفعش ان انا اتوقع ان الجهاز بتاعي ده مش هيبوظ ابدا. هي النقطة ان انا الانتسيبيشن ده مش بتكلم على ان الدكتور يانتسيبيت، لا بتكلم على الديزاينر ان هو يانتسيبيت. فبيسك لازم الديزاينر وهو بيصمم الجهاز ده يبقى شايف الاجزاء الكريتيكال اللي فيه اللي ممكن هي تفيل، ويا اما يعمل لها سيف جاردز عشان ما يحصلهاش فيلير، او يعمل لها يبقى لها فيل سيف استراتيجي كده، او ان هي بيسك لما يحصل لها فيلير تقدر ان هي تكومينيكيت الفيلير ده بشكل افكتيف مع الدكتور، بحيث ان هو يعرف ان الفيلير ده حصل وما يستعملش الجهاز اللي فيه ديفايس فيلير دوت في ان هو يعمل حاجه ممكن ان هي تضر المريض. فدي حاجة مهمة جدا الديزاينر لازم يبقى حاططها في اعتباره، ان هو لازم يبقى هو نفسه الجهاز بتاعه في حاجة زي سيلف دايجنوستيك كده، يعني بحيث ان هو يقدر ان هو يدايجنوز اذا كان هو الجهاز نفسه فيه مشكلة ما هواش بيشتغل بطريقة سليمة، ويكومينيكيت الكلام ده بمنتهى الوضوح بالنسبة للايه؟ بالنسبة للطبيب اللي هو بيشتغل او لليوزر بتاع الجهاز اللي بيشتغل بالجهاز ده. واحدة من الامثلة اللي على كده مثلا لو فرضا انا عندي واحدة من الاير بابل ديتكتورز الموجودة في الهيمو دياليسز مثلا حصل لها مشكلة،
اوكي، لازم ان انا كوميونيكيت المعلومه دي بمنتهى الوضوح، ومش بس كده اكشولي انا لازم امنع الجهاز ان هو يشتغل علشان ما احطش البيشنت بتاعي في خطر ان هو ممكن يعني يبقى فيه اير بابلز، ونتيجه الفيلير بتاع الاير بابل ديتكتور ده تعدي وتخش جوه البيشنت وتسبب له مشكله ممكن توصل ان هو يعني تبقى فيتال بروبلم يعني. فطبعا بعض الحاجات كده لازم اكوميونيكيت المشكله مع الطبيب، ولازم ان انا اوقف الاوبريشن بتاع الجهاز اللي ممكن يسبب مشكله بالنسبه للمريض نتيجه للفيلير اللي حصل دوت. الحاجه اللي بعد كده وي هاف تو فاسيليتيت ورك فلو. الناس دايما متخيله برضو ان انا لو انا عملت جهاز فيه اوبشنز كتيره دي حاجه طبعا احسن زي ما كنت بقول، بس اكشوالي زي ما بقول ما يعني لا ما هياش كده. النقطه ان برضو لازم نحط في اعتبارنا حاجه مهمه قوي، ان دايما الدكاتره بيبقى عندهم ورك فلو معين، يعني لو هو بيشتغل في حاجه معينه بيبقى المفروض بيعمل الحاجات بخطوات معينه وتعود عليها من سنوات كتير قوي من الشغل. فبنسمي الكلام ده الورك فلو بتاعه. الورك فلو بتاعه دوت لازم ناخده في اعتبارنا واحنا بنصمم الجهاز، لازم ان احنا انتجريت الورك فلو، لازم انتجريت الجهاز بتاعنا في الورك فلو بتاع الطبيب، بحيث ان هو ما يعملوش حاجه تبقى يعني مختلف عن اللي هو متعود عليه اولا، او تخليه يتلخبط في الحاجه اللي هو متعود يعملها دي ثانيا. وطبعا يستحسن طبعا ان احنا يبقى في عندنا يعني طريقه ما ان احنا ناكشن نخلي الاستعمال بتاع الجهاز ده بيخلي الورك فلو ده مور افيشنت. اوكي، يعني لو في حاجه هنغيرها في الورك فلو يبقى هنخلي الدنيا ابسط، ما نخليهاش اصعب، ما نخليش الدنيا محتاجه خطوه زياده، لا احنا ممكن نقلل الخطوه ونسهل على الدكتور اكتر ما ايه، اكتر ما ان احنا نعمل حاجه تخلي الدنيا تبقى اعقد بالنسبه للطبيب. الحقيقه المثال اللي هنا دوت ده مثال مثلا حاجه زي كارت كده معموله علشان ايمرجنسي، بيبقى فيها ديفيبريليتور، بيبقى فيها انبوبه اكسجين هنا، بيبقى فيها محلول ملح متعلق، دي معموله عشان تبقى ستيبل بحيث ان لو شديتها في اي اتجاه، وزي ما احنا شايفين هنا بيبقى في عجله كبيره هنا وعجله صغيره عشان يبقى يعني لما شدها ما يحصلهاش ما دازنت تيب اوفر، لان هنا زي ما احنا عارفين انبوبه الاكسجين بتبقى تقيله شويه زياده. فالنقطه ان احنا عاملينها بالشكل ده كده علشان الدكتور على طول ممكن ياخدها بسرعه ويحطها في مكان ويبتدي يشتغل على طول لو في عنده emergency case مثلا، بدل ما انا كنت يعني في الورك فلو مثلا بيبقى عندي لازم اجيب انبوت اكسجين ولازم اجيب الديفيبريليتور ولازم اجيب محلول ملح كل واحده على حده، لا ده انا خليتهم للطبيب ايه كلهم في حته واحده كده بحيث ان يسهل عليه الورك فلو بتاعه.